بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عادل عبد الطيب من قناة رتك، تذكرتك لرؤية العالم بشكل مختلف. معنا هنا كندي القويز، نقدم لكم فلوق الدومينيكان. كالعادة نبدأ لكم رحلتنا من الرياض. في هذه الرحلة كنت أنا وكندي لحالنا نظرا لظروف باقي العيال الدراسية والشخصية. بدري يا أبوي. بدري أنت. دقيقة. وش التعليقة؟ تكلم بتنك كريم بنزيمة. إيه أنا رايح أعتمر الحين. والدقن والحركات. وقع مع مانشستر. لا يا أبوي. جسام. والحين متجهين إلى دبي ترانزيت إن شاء الله. بعدها أمريكا. وين رايحين يا؟ ما عرونا من مترو المترو. يا ساتر، هذه ايش تر من الامارات ها؟ الامارات. يلا متى رحلتنا حقت امريكا؟ ساعتين بالليل. ست ساعات. الحين بنسوي تشيك ان الكتروني. يلا يا كابتن. اصبر يا كابتن اصبر اصبر. والحين وصلنا المطار نيويورك. يلا يمدينا نروح تايم سكوير نرجع. باقي لنا 6 ساعات او 4 ساعات ونصل ونسافر. عاد الحين ممكن نروح تايم سكوير. والحمد لله وصلنا للدومينيكان. اي والله وصلنا. شوف قريبه. لا خلينا نوريهم هذه. شوف الحركه والله العظيم رهيبه. شوف كلش تقليدي يعني ما تكلفوا. مع انك بطار انت. حلو ايش؟ جلسنا تقريبا 26 28 ساعة من الرياض لين صنعاء. اي أيوة والله لقيتنا مرين تايم سكوير اليوم. نمت 5 مرات. ايوه يلا مشينا يا خلاص يا ابوي ابلشتنا سنابات خلاص. جو رهيب بس فيه شوي رطوبة. مشينا احلى شيء. شوف خذ شنطنا ويلا على الموتر. الله الجو رهيب بس شوي حر في رطوبة لكن لا بأس. لا الجو بيدي جو ساحلي إن شاء الله. جو ساحلي أيه؟ قريب جو ساحلي جو الدمام. على طول أمطار استقبلتنا. ما شاء الله تبارك. جمهورية الدومينيكان تقع في البحر الكاريبي بين القارتين الأمريكيتين. عدد سكانها يقدر ب10 مليون نسمة تقريبا. تعتبر أول مكان اكتشف كريستوفر كولومبوس. كان هذا عام 1492 ميلادي. وعاصمة البلاد هي سانتو دومينغو. ولغتهم الرسمية هي الأسبانية. والعملة المتداولة هي البيزو. والدولار الأمريكي الواحد يساوي 46 بيزو دومينيكاني. والمناخ مداري طوال العام. ومتوسط درجات الحرارة السنوي هو 25 درجة مئوية. أخوي شوي. كسرت باصهم يا أخوي. يا اخوي شوي كسرت باصهم. كيف الجو؟ والله من الجو حلو ونشين حلو والله. هذه غرفتي 408 انت كم؟ 415. بسم الله. اعرف لكم واحد في الكروز يدخلها كذا. حط بالكرت حط الكرت هنا. خلينا نشوف ال لا فوق يا غبي انا لمتى وانا اعلمك. بسم الله. هذه الغرفة الله جميلة رهيبة. امشي بس السرير. اوكي افياشهم الشكل هذا 11 يعني زي ذا. and relax. الحين عاد خذنا شاور وريحنا. شناوي حقت اللي تمسك الكاميرا حقت اللي اسمه ستاند. هذا انا الحين بتعشى فنديز. يلا اقطع الشارع يا كابتن. بنتعشى الا باكل فيه انا. طيب وين بناكل فيه؟ شوف الحين مطعم بناكل فيه. أنا بختار ونديز. عندك شيء عايز تضيف؟ إيه هذا ونديز اول ما فتحت السعودية كنا طالعين فيه. طبعا كان عمري على 9 8 يعني كنت ورع ولا الان ورع اسلم ها في عماير خالتي. روح
السيك اول مره في حياتنا نشتري مطعم كذا وجبه سريعه. قاسم بالله طالبين حق 9 بالسيك لاني امشي بالسيك اللي يقول كذا كثر الوجبات اللي شايلها زين ما طاح وصالت لا والله وصالت 3 وجبات طايحه ام عاد والله والله من زين التوصيل هذا المطعم اللي بناكل فيه. يلا يا اخوي اشغلتنا دومينيكان وات يو هاف هي از امبانادا جوكا يو نو وات از جوكا ذات از كاسافا كاسافا اي دونت نو اف ذير از انذر وورد And what is inside is chicken, no, beef meat. What is inside? And just get that. I learned to get that. I'm in the photo. Okay, look. 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 موز مقلي بس موز غير موز مقلي ايه بالنسبه لي رهيب كان بطاطس انت اصلا تضف اي شيء ترى انا اضف اي شيء بس رهيب والله مره رهيب ليه ويابا الحين مع الشاهي يلا عاد Eso es leche cortada. Leche cortada. Let's say cut meat. Cut meat. Leche cortada. Leche cortada. Leche. الشاهي خلصنا الحين ما في إلا نوم. إيش رأيك في المطعم؟ والله شوف ما توقعت أكله بصراحة كذا حلو. إيه. لكن لذيذ. لا. مع إنهم يقولون إن هذا المطعم ترى عادي يعني. ما بدك الزول ايه يعني بعلمهم بعد انا قال لي يا رجال اللي انتم كلتوه اصلا ولا شيء يقول يعني فيه اشياء بتجيكم ومطاعم ثانيه يقول هذا اللي كلتوه ولا شيء هم نفسه يقول انا اصلا ما قيمه شيء تشوفون شيء يعني الايام الجايه بتورينا القهوه عندهم حلوه بالنسبه لي تقارن بقهوه النمسا لا النمسا الحال لا والله عليهم قهوه ايه؟ مصدرون القهوه ما ادري انا ما ذقت لكن قهوه رهيبه طيب الشاهي والله مو بشيء حتى معطينا انواع تو كثير هذا على قلنا لكم كذا شكله على الدومينيكان رهيب هذا الشعار حركه ذوق صباح الخير في اول يوم في الدومينيكان هذه اطلاله غرفتي وهذا عاد الحين خلاص بنسوي تشيك اوت وصلنا لفندقنا هارد روك جميل مو فندق منتجع كبير مره 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 ما توقعته كذا ابدا هذه غرفتي شيء طبعا كل غرفهم كذا هذه اقل نوع غرفه عندهم شيء رهيب الجاكوزي والمنظر واو الحين بشوريكم المنظر اللي برا جميل والله يا المحلات شغل مرة في هذا المحل بعد وانت في وسط الفندق يلا تقب بس كنا مطعم لا عاد عندهم حركة حلوة في الفندق يقول لك إذا جلست 4 أيام يعطونك كريدت اللي هي تراك بغيت تسقط راسك بتو اسلم يعطونك نقاط إضافية 700 نقطة تاخذ دوري يعني لا عموما النقاط هذه تشتري فيها من محلاتك من النقاط تجيب لك اشياء كثيره يعني تقريبا 200 نقطه تجيب لك نص ساعه سباق تقريبا فشيء رهيب طبعا وانت تمشي بالمنتجع في زي هذول المنصات يعطونك اياها بلاش يعني ما انت مشتهي وجوعان كذا تتمشى تاخذ لك تاكل شوفوا هنا يمديك تاخذ سندوتشات وكلش الايش كريم هنا شغل والله شغل محلات في كل مكان ماركات والله مو بشغل اي كلام نسبح بعد اطلاله خرافيه عندهم حركة هنا رهيبة مرة تستاجر جيتار من هالجيتارات طبعاً ببلاش وتأخذ الغرفة معك تقدر تعزف وعندهم الظاهر هذا اكس بوكس هذا ما أدري والله توقعت تستاجر اكس بوكس
خريطة يا كابتن، أزعجتنا أنت سنابك هذه. خريطة توريك كل شيء، شوف الخريطة ومكانك والمطاعم. هذه المطاعم مثلا المطعم الفلاني تضغط عليه تحط يلا ورنيها وريك اياه. يقول هذا هو مادونا 2001 كانت. هذه مادونا جاية بحفلة على هذه الليموزين. واو هذه منطقة الأطفال تدري شو اللي يعني منطقة كنت أسلم ليقهر إنه هذه تقدر تستخدمها بدون فلوس بدون قروش يعني أما ببلاش. قسم بالله أمنية حياتي، والله أمنية حياتي كانت إني أدخل مكان زي كذا بدون فلوس، لكن عاد كبرت يلا عود روح العب أطلق العنان عادي أطلق أنا معدي عنان. الحين بنطلع يبيلها والله النظارات. أنت وين نظاراتك يا؟ أنا نظاراتي علي. هذه اللي تظلم من نفسها. هذه اللي تظلم من نفسها الحين شوي. وين معاذ بس يشوفها؟ والله انكسرت في سيفلد بحادث سيفلد. انت الحين جوعان؟ جوعان نحترم الموتى بتاخذنا. هذه لا صور. هذه بتاخذنا. هذه موترنا اللي بتاخذنا. نروح الحين للشاطئ نوريكم الشاطئ عنده يقولون شاطئ خرافي. How are you today? Good? I'm fine. Better than... يشجع ريال مدريد. He's a big fan of Real Madrid. Yeah, yes. I am. هلا مدريد. هلا مدريد. This is a... No. Manchester United fan. Ah, wow. هذا مسبح الصغار. Then the water slides right here just for kids. Okay? يلا كنت ينزل اسبح يلا. So that's why the water slides for kids only. We have hamburgers, fries, chickens. Right here, okay. So this is how the beach looks like right here. And we do a lot of theme parties, and we also do team buildings here. هذا عادل يلعب كرة. هذا الفندق حقنا. وهنا الشاطئ. الشاطئ جميل جدا جدا. توريني مهاراتك بالكرة. وريني يا كريستيانو. الكابتن ماجد نجم الملعب نجم رائد. هاي نكبة. حتوجع عيون. عاد انا مشطب عيوني. فيها كيف؟ انا بالنسبه لي والله ببال. الله انا مالي. والله اني اخبص وعيوني مفتحه وعادي الوضع رهيب. لازم يعاند لازم. لا والله والله شوف. شوف شوف المنظر بس شوف المنظر. يا زين. يلا من الاخ كاشر. لازم نروح مطعم. مطعم مطلوب كشخه صراحه. ما دخلت بيت الشوايه ترى. هذا مطعم فخم جدا شكل جميل جدا يطبخون قدامك زبني هنا حركات. طبعا هذا السوشي بدايه يقدمون لك. تاكل سوشي ولا مطراده؟ ما في امل والله لويش ابى اموت جوع. الله يوفقك سوي احسن منا. اي مره انت يا رجال بتقطع راسي فيها. شوف شوف شلون اكل السوشي. شوف السوشي زي تقارنها الحين. انظر انظر كندي. ممداني ممداني والله يا عينك حاره. كيف العشاء قضى اخيرا. يلا الحين كل اوه يا كندي ترى حراقهم حراق انتبه يا رجال. يلا
انا القوي اللي ما اخاف من ذي. هذا كله ولا هو مكفيني بعد بعد ايه. طيب حط لنا شوي شوي شوي، لا تكثر تكثر. انا قلت شوي ما قلت. والى هنا نجي لنهايه الفلوق، ان شاء الله انكم استمتعتوا، ولا تنسون تشتركون معنا بالقناه عشان تتابعون باقي رحلات. What do you want to say, Angel? Like and subscribe. Yes.